أهلا وسهلا، اليوم بنسوي ريفيو على برنامج أو موقع اسمه وورد وول. وورد وول في وايد تمارين ممكن احنا نستفيد منها ويا الطلبة للمراجعة، للتقييم، للإضافة جو من اللعب في الترينينج في التدريس، ويعطينا وايد خيارات في طريقة طرح المحتوى. زين، فأولا هو في فري، في البيسك يكون مجانا، يعطيك 18 نوع من الألعاب اللي ممكن تكون انتراكتف تفاعلية، وطبعا اللي شوي أغلى يعطيك البيسك واللي بمبلغ اللي هو تقريبا دينار ونص، اللي راح أحطه إنه هو 15 ريال، دينار ونص تقريبا في الشهر. وإذا كان تبون خيارات أكثر فوق 18 لعبة ممكن يعطيك ألعاب ثانية. وحلو اللي فيه إن هني عدد التمارين اللي أسويه يكون unlimited، okay؟ ويعطينا بعد طريقة إن أنا أشوف الطلبة شنو مسوين وأشوف الريبورت مالهم، وأقدر حتى بعض التمارين ممكن أطبعهم إذا لاحظتوا في هاي، ممكن أنا أطبعهم وأعطيهم إياه طريقة مطبوعة. مهم، خلنا نرجع احنا حق شنو انواع التمارين. اذا رحت كتبت اول شيء في الماي اكتيفيتيز، بتشوفون هذه بعض الاكتيفيتيز اللي انا سويتها مع الطلبه، يبين انه هو بابليك او برايفت، انزين، وكم شخص لعب ومن اللي حاب. وممكن تشوف هذه كان على الاونلاين تيتشينج بلاتفورمز، اذا رحنا ضغطنا عليه خرج لكم مثال على تطبيق سويته على ما هي منصات اللي نستفيد منها. فممكن أنا أجرب اللعبة، بتشوفون أن أنا هني أقدر أسوي لأن شكتر يبي له وقت حق كل تمرين فيهم. هل في multiple levels، يعني هل في تدرج، والسبيد السرعة، وكم level، وأشياء ثانية ممكن بعد أنا أعدلها من خيارات. أنا أراويكم مثال، ما أدري إذا تسمعون الموسيقى ولا لا. فالحين يسألني سؤال فأنا أختار الجواب الصح. ما هي التطبيقات اللي أونلاين؟ أوكي، إذا سويت على جواب غلط يبين لي غلط. المهم إذا أنا سوي، أنا أقدر أسوي شير من هني، هل أعطيهم لينك أو أحوله إلى واجب منزلي assignment. إحنا نرجع حق my activities وأقول create new activity، يعطيني أنواع وايد من الgames، ويعطيني هني إذا كان أبيهم المطبوعين ولا إذا في multiple players، إذا كذا شخص يقدرون يشتغلون أو يمارسون اللعبة في نفس الوقت، أو إذا هي واجبات فردية. فمنها الوورد سيرج أسويهم ككاتيجوريز، بلينز اللي استخدمتها بساعة، واكامول، راندوم ويلز، وكويزز، وايد وايد أنواع. فخلنا ناخذ الكاتيجوريز هني، أوكي، بكتب هني تست ايتم، مثلا أحط هني كوتشينج كاتيجوري، بعد أضيف عليه item، أنا أقول يعني asking questions، أحط الخيارات هني reflections، بعد هني books، بعد هني training، بعد أحط random كلمات، ممكن حتى أضيف صور، أضغط على دي وهو يشوف شنو اللي مكتوب، وأنا أضيف الصورة. أوكي، يعطيني هو على حسب الكلمة اللي مكتوبة. أوكي، وآخر شيء مثلاً أحط teaching. في الكاتيجوري الأولي بحط مثلاً development tools اللي هي العنوان الرئيسي للمجموعة، وأضيف واحد ثاني development tools،
وهني بكتب others، أكتب هني مثلا أن تي في تر، right؟ فالطلبة الحين لازم هما يحطون كل واحد من ذيلين تحت كاتيجوري من ذيلين، اوكي؟ واقدر طبعا اسوي له دوبليكيت او اشيل الكاتيجوري، فاسوي بروجيكتورز تي في بن تيتشينج. اوكي فهني نحط maybe the others نحطها resources، موارد وأدوات التنمية personal development or professional development whatever. حب done. الحين ياخذ له وين اسوي start، شوفوا بين لي كلهم، بحط reflection اوكي، والطالب يسوي submit اذا كان صح يخبرني، اسوي share، اقدر اسوي public اوكي، اسوي publish يعطيني كود، او حتى احطه في الجوجل كلاس روم. ففي منه وايد انواع ثانيه، وفي كل الخيارات اقدر اسوي edit content اوكي، اقدر احط categories زياده، اقدر اضيف، اقدر اسوي له submission. أنواع من other training or tools، تمارين نقدر نسويها. خلنا ناخذ في حق math، خلنا ناخذ الهانجمان phrase، بكتب مثلا coaching okay with clues ولا without، بحط هني test أو coaching words. Add phrase ثاني questions، أقدر طبعا أحط clues يعني أعطي نوع من فكرة عن الكلمة، أحط كلمة ثانية مثلا mentoring. Okay. لاحظوا أن حتى أقدر أحط عمليات حسابية، وأقدر أحط feedback حقهم أهما طبعا حق التعديل، أحط هني done. الحين قاعد يسيف لي الاكتيفيتي، اسوي ستارت. زين خلنا نشوف الكلمه الاوليه كانت ار، هل موجوده؟ لا، فيروح ون لايف، احط سي صح موجود، حلو، بحط ال را، بحط او، بحط اي، بحط اي، اذا حطيت دبليو غلط. شوف قاعد ياخذ من اللايف سموليني، طبعا هاي كانت كلمة coaching and gene and so on. درا كبرة، ممكن أسوي هذه، أسوي share screen والطلبة يجاوبون وأنا أختار لهم الكلمات، فيمكن حتى بدون ما أرسل لهم أقدر أسوي التمرين بدون ما أرسل لهم، وأضيف عدد الكلمات اللي أبيهم، وعقب ما يخلصون يحصلون الجواب الصح أقدر أقول لهم أشرح الكلمة وأشوف منها جاي شلون ممكن نستخدمها. إن شاء الله يعجبكم برنامج حد خفيف، استخدمته مع كذا فئة عمرية ويستانسون عليه، ويبين عندهم حتى leaders board، يطلع عندي مثلا من اللي جاي بالأول الثاني الثالث، ممكن أحطه حتى كteams يشتغلون كمجموعات. وإن شاء الله يعجبكم، وإذا أعجبكم share it مع your friends مع other teachers. Have fun، مع السلامة.